السياق باش جات هذه الورشه جات باش نطرحوا للنقاش واحد المجموعه من الافكار بناء على ان الازمه ايضا اثارت لدى المسؤولين قلق كبير فيما يخص هذه المهنه فيما يخص مجموعه من مكونات المجتمع. هذا اللقاء اليوم هي عبارة عن ورشة تفاعلية حول الحماية الاجتماعية للفنان وأفق الصناعات الإبداعية في المغرب. اللقاء يندرج في إطار الأنشطة اللي كينظمها الفرع الإقليمي للاتحاد المغربي لمهن الدراما بمراكش بتنسيق مع المكتب الوطني للاتحاد. اليوم كنتشرف باش نتقاسم مع الاصدقاء ديالي في مدينه مراكش الفنانه خصوصا الفنانين ديال الدراما واحد الهم حول استطلاع ما استجد في الساحه الفنيه من اوراش يمكن ان نقول عنها بانها اوراش واعده لخدمه الفنان وخصوصا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه من بعد ما نادى وأمر جلالة الملك نصره الله بإقرار نظام الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع المغربي وخصوصا الاقتصاد الغير مهيكل بجميع الأصناف ديال المهن اللي كتدخل في إطار الاقتصاد والمهن الحرة أيضا. وبعد ما أيضا كاين هناك واحد الأمل كبير مع السيد وزير الثقافة الحالي السيد محمد المهدي بن سعيد بفتح ورش مهم حول الصناعات الإبداعية ودخول مهن ثقافية والفنية منعطف جديد في المغرب. إذا هذا أهم كنا كنحمله جميع لسنوات ولعقود. اليوم مع هذا المنعطف واجب ولازم علينا أولا كتنظيمات مهنية ثم كفنانين اننا نتفاعلوا مع هذا الورش ونوليو بالدلو ديالنا فيما يخص تنزيل ديال هذه القوانين اللي بتاثر هذه العمليات لصالح الفنان. لماذا؟ لان الفنان المغربي هو الذي يوجد على المحك، هو الذي يوجد في صلب الممارسه المهنيه، هو الذي يتعاطى مع اكراهات الواقع، وهو الذي ايضا يعاني من الهشاشة ويعاني من ضعف الترسانة القانونية لإقرار مهنة حقيقية خاصة به على غرار باقي المهن في المغرب. إذن هذه المحطة في مدينة مراكش اليوم هي محطة مهمة وجوهرية كنتمناو في الاتحاد المغربي لمهن الدراما أننا نعمموها على باقي المدن باش يكون عندنا واحد الفيدباك واحد التغذية راجعة وباش نجمعوا الآراء والتفاعلات ديال الفنانين والاصوات ديالهم باش يمكن لنا نترافعوا من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين خصوصا وزاره الثقافه حول هذا الملف.